خبيني خبيني. خبيك فين؟ هي يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميلة يا فندم. فنون جميلة؟ انت اكيد فنون قتالية، فنون متوحشة. جميلة. وساعتك كلية الطب؟ قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل. انما طب ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كلنا على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، بس انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق. ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. تاني ده اسمه داغر. تالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام. الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه الدوشه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي. ما قلت لك يا ناهض هيضربوك. ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. اه متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. قوم تاني. ايه اللي بدل المبنى بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة سعادة الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجولة ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانة دي 100 كده. شغلانة؟ قول مش معقول. ايه؟ امشي يا انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه. عاوز اقول لك حاجة مهمة. تعالى تعالى معايا. اوعى تتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخة. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب. وابن ابن ايه الا الاب؟ يا سلم الطريقه بتاعتك دي. معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصلوا طلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه. انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق عشان انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه. لا دي الصوره فيها انا عليك. دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم. ودي حضرتك هنا بص الصوره دي لما كان معانا الكاسه. مين ده؟ انا. انت في الاوضه عندي. في الاولمبيكيات. في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم. انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه
قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ما ينفعش اسمي ولا العيلة على طول. ابوك اسمه لازم ايه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه يا ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح. ليه؟ يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا. سلام يا سلام. اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. نهار اسلم. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خير بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي اه بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، كنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خير بيه متاكد ان الواد ده مش حي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي بالعمايلك فيا. بس يلا اهدى شويه. مش عارف عصبي اهدى شويه. تعبتني ايه؟ تعبتني ايه بس؟ ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. وعملت ايه يا وهاب؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه يا اخويا؟ بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليله يا ياض. اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه؟ انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص. انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابن الكلب. يا ابن يا بابا يا بابا يا بابا. انا ما عرفتش اربيك يا ريت. انا ايه مش هسيبك يعني؟ مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعال هنا. ايه يا زكي، انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ حلو يا اخي، اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك. ركز زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله. يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك. يا ماما ده انا. ما انت قعدت تقول لي اوعى تمشي. يا بابا يا بابا. الله، انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمة عيش. والله ما حد هيقطع عيشه الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع يا ربي، بخلف فار. اطلع يالا احسن لك. مش هطلع. خلاص خليك يا اخوي، حتى انت على السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره؟ وعايز لك وريني هتقعد قد ايه انت على السرير. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. أنا قررت بسبب مشغولياتي الكتيرة إني أجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. إيه يا بابي؟ أنت هتتجوز ولا إيه؟ حد جاب سيرة الجواز؟ أنا بقول في أمور كتيرة لازم تتصلح، وده بيتطلب إن يكون في حد معاكم جوه البيت، بره البيت. بره البيت أكتر من جوه البيت، يعني في العربية، في النادي. أظن الكلام بتاعي واضح. يعني حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم. سوري، خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت اتنطى فالبولنا ويكان كام اجين. اوكي ثانك يو ثانك يو. كاسكو ليا صباع على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي، اتفضل تعالى اقعد. ما فاهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك، انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك كده. بالنسبه للمصنع حضرتك، احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات. العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي. هاو هاو، كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك. استنى عندك انت. ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني.
واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ اساسا مش بعرف اربط رباط الجزمه. اساسا طب مش كنت تقول كده؟ انا رايح النادي. يلا يا عمر الحق معهم يا زكي. معاهم طبعا. اسمع ها. شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه، انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. طيب اطمن حضرتك، انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم. بقى يا اخي يلا يلا الحق الوقت. طمن. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده، عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش، بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حسب. ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانيه واحده، ثانيه واحده. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ هسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه. والله؟ طب اركب ورا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. خصمك ايه اللي تسوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك، ما تدفي ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقل الفتيس. الفتيس؟ افضل عظمتك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ركزي ثانية واحدة. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو؟ رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان يا ابن الحيوان؟ عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انزل. انزل لي هنا. انزل لي. ايه؟ انزل ايه؟ في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ايه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين انا اول مره ركبت تكوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع، ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا، سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا اخي. مره ما راكب زمان بتعرف تسوق، ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد، مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم. النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش شويه يا زكي اقعد. معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبات معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع، ف
يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟